نعمل لكم بانكيك. ايه الحاجات اللي موجوده معانا؟ ربع كوبايه سكر، كوبايه دقيق، نحطها بعدها معلقتين زبده، كيس بيكنج باودر، فانيليا، تونة. ماشي، وقد ايه بيكنج باودر؟ معلقة. ماشي، قد ايه سكر؟ قد ايه سكر؟ ربع كوباية. شطورة، حطيها. ومحتاجين لبن قد ايه؟ كوباية. شطورة. حطي رشة ملح. وحطينا بيضة. دلوقتي بنت انا وانتي مع بعض، هاتي ايديكي على قد يلا امسكي الطبق ده معايا من هنا. دلوقتي هنحط المقدار بتاعنا. هنسيبه لغاية ما يعمل بابلز من فوق، وبعدين هنقلبه على الوش التاني. ودلوقتي قلبناها بالسباتشولا للوش التاني. ودلوقتي حطينا كذا لير من بانكيك، وهنحط عليها صوص كارميل. دلوقتي هندوق. تحفة يا حلولة، تسلم ايدك.